السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة فريجيت. أهلا وسهلا بكم من جديد في شرح لبعض الأردروبات وأيضا وصول بعض العمولات نراها مع أصدقائي. أول أردروب معنا وهو لوكال كوين أردروبوت أصدقائي، كما تشاهدون هنا هذه هي المنصة الخاصة به، وقد وصلتني والحمد لله 30 قطعة. قد قمت بشرح هذا البوت سابقا لعملة جيدة وجيدة جدا أصدقائي، وكما تشاهدون هنا وصلتني القطع. سنشاهد مثلا هنا أصدقائي، إذا أردنا مثلا شراء العملة أو إرسالها نستطيع شراءها. مثلا 30 قطعة ثمنها بالبي تي سي 0.019 وبالإيثيريوم أصدقائي، كما نشاهد هنا بالإيثيريوم 0.06 لهذه 30 قطعة. شكرا أصدقائي، لمن يريد المشاركة في هذا التليجرام بوت ووصول العملة سيجد الفيديو السابق، سأضع لكم اللينك الخاص به وسأضع لكم رابط يعني التليجرام بوت. فقط ما عليك سوى اتباع هنا، سنشاهد هنا كيف نقوم بذلك أصدقائي. حسنا، يعني لله هناك شيء يعني هناك كل شيء سهل أصدقائي. فقط ما عليك هو أن تقوم بكريت ولت. ستذهب من هنا إلى هذا الموقع، سأضع لك الولت هنا أصدقائي. تذهب إلى وتقوم بكريت ولت هنا، أو تعود إلى الفيديو السابق وستجد كل الشرح المفصل لهذا الأردرو. حسنا أصدقائي، ثم وصول عملة أيضا بي اس تي، قد شرحناها من قبل، وهذا ثاني مرة أتحصل على هذه العملة. قد قمت بالسحب الأول والسحب الثاني أصدقائي، واليوم نستطيع سحب يعني 14 قطعة من هذا الأيردروب على هذه المنصة، كما قمت سابقا بسحب بعض القطع أيضا على نفس المنصة. كما تشاهدون هذه هي المنصة التي أسحب عليها وموجودة عليها هذه العملة، سنرى هنا أصدقائي. حسنا، لا أنا آسف، سنرى هنا، أذهب إلى الكونت وأكتب بي تي سي بي اس تي بي اس تي، أنا آسف. اكتب بالعربية يعني بي اس تي، هي هنا أصدقائي ولدي 0.9 قطعة. هنا سأذهب أقوم بديبوزيت، أخذ الأدريس هذه هكذا، أخذ الأدريس من هنا، كوبي وأقوم بالذهاب إلى الموقع، أقوم بسنت بي اس تي. أنا لن أبيعها الآن لأن ثمنها كان أصدقائي حوالي 10,000 ساتوشي، والآن أصبح يعني هذه هي المحفظة الخاصة بي. أقوم من هنا بضغط على 14 قطعة، هنا أقوم بثانكس، هنا يقول لي الماكس ليس هذا فقط أستطيع سحب 13.99، يعني هم في أصدقائي لديهم الفي الخاصة بهم. أقوم به هنا هكذا، ثم أقوم ب نعم هكذا، هذه هي المحفظة أنا متأكد، وأقوم ب continue هكذا. نعم أصدقائي، send BTC ستصلني 13.9، وأقوم ب send BTC BST أصدقائي، أنا آسف. وهكذا قد تمت العملية بنجاح. سابقا أصدقائي أيضا فزت بهذا الأردروب وسحبت 16 قطعة وأرسلتها أيضا إلى نفس المنصة، واليوم يعني تحصلت على 14، وأمامكم الآن أسحبها على نفس المنصة. هذا هي أصدقائي الاستوريك. بالنسبة إلى أيضا سنرى هنا أصدقائي بعد قليل، وصلت في آخر الفيديو سأثبت لكم وصولها. معنا أيضا أصدقائي عملة قديمة نوعا ما أصدقائي، إي بروتوكول، إي بروتوكول كما تشاهد هنا، إي بروتوكول إي بي إن ب0.025. ستتحصل مباشرة هنا أصدقائي على 500 قطعة، سنشاهد أيضا هنا كما تشاهدون هنا 500 قطعة من إي بي إن. فقط ما عليك سوى أن تتسجل في هذا في هذا الموقع الخاص بهم. تذهب إلى البروفايل الخاص بك، تقوم بإكمال البروفايل الخاص بك، سهل جدا أصدقائي. هنا تضع الاسم والإيميل، رقم الهاتف، البلد، تاريخ الميلاد، تقوم ب إيفيت. أيضا إذا أردت حماية لابد أن تفعل يعني جوجل للحماية، ثم أصدقائي لابد من القيام ب هنا ستجد المحفظة الخاصة بك هنا كما تشاهدون، تضع المحفظة الخاصة بك، محفظة الإيثيريوم الخاصة بك.
وهنا اون بيندين كيو يجريك سي. اصدقائي سهل الكيو يجريك سي، لا تتطلب اي شيء، صوره فقط للبطاقه الهويه او رخصه السياقه او الباسبور، ثم صوره اخرى اصدقائي من هنا تقوم بها، وعند تثبت انا اون بيندين سيرسلون لك مباشره 500 قطعه هنا. هذا ما عليك فعله، ثم تذهب الى الفورم، ساضع لكم الفورم الخاص بي، تقوم باتباعهم على تويتر والتليجرام والفيسبوك. هنا لابد من القيام بكيو يجريك سي اصدقائي هنا، وتقوم ب يعني ملء هذا الفورم وتقوم بانفوي. ساضع لكم كل اللينكات كل شيء اصدقائي تحت الفيديو لمن يريد ان يشارك في ذلك. والاردروب الاخير معنا اليوم اصدقائي ساشرحه لكم بالتفصيل، ركزوا معي فقط اصدقائي بهذا الاردروب مهم جدا. هنا كما تشاهدون اصدقائي هاو تو جيت 30 يعني 30 من سي تي ام ب 60 دولار. انا لا اشك في انه يكون ب 60 دولار، ومعناتها لاصدقائي، لكن لن نخسر شيء. اولا نقوم بزيارة هذا الموقع الخاص بهم، ساقوم بالضغط هنا وزيارة الموقع الخاص بهم، ثم يقول لنا شير مع عدد هذه الكلمة هاشتاج هكذا اصدقائي، هكذا اقوم هكذا كوبي، ثم اذهب الى هذا الموقع الخاص بهم، انزل على اي ارتيكل اصدقائي، اضغط على اي ارتيكل مثلا هكذا، واتي الى هنا، اتي الى هنا اصدقائي الى اخر الارتيكل، اقوم بشير على تويتر او الفيسبوك او التليجرام. مثلا على الفيسبوك اقوم هكذا بشير على الفيسبوك، واضع الهاشتاج، اضع الهاشتاج اصدقائي كما ترون، اضع الهاشتاج هنا كل هكذا، اضع الهاشتاج واقوم ببيبلي. هذا ما علينا فعله في هذه المرحلة اصدقائي، تابعوني. نعم قد تمت العملية بنجاح اصدقائي، ثم نذهب الى اتباعهم على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى التليجرام جروب. ثم اصدقائي هنا اهم شيء هنا التليجرام بوت، نضغط على التليجرام بوت من هنا اصدقائي، ونعطيه، ساريكم طريقة يعني العمل في هذا البوت، سهلة جدا ايضا. هذا هو التليجرام بوت اصدقائي الخاص بهم، العمل عليه مختلف نوعا ما. هنا اول شيء نقوم بستارت، ثم بعد ان نقوم بستارت اذهب الى ماي اكاونت هكذا، اذهب الى ماي اكاونت، ثم اضغط على ادد ولت، ونعطيه الولت الخاصه بي. مثلا ساعطيه هنا الولت الخاصه بي اصدقائي، كوبي هنا. قبل الولت اصدقائي لابد ان تعطيه الاسم الولت، يعني تعمل اي اسم، اي اسم اصدقائي حتى اسمك الشخصي، وتضع الاسم الخاص بك، ثم تضع الولت الخاصه بك. ساعود الى هنا اصدقائي، لا استطيع ان اقوم بها. مثلا تضغط على البالانس هنا، سيعطيك، انا اعطيته هذه الولت الخاصه بي، اعطيته الولت الخاصه بي، سيعطيك كل ما لديك في هذه الولت، يعني كل ما لديك اصدقائي من عمولات ستجدها هنا في هذا البوت. نعم تذهب، سأعيد، تذهب إلى ماي أكاونت، ثم تذهب إلى أدد ولت، تكتب أي اسم مثلا اسمك، ثم تقوم بنكست، سيعطيك مكان لتضيف فيه الولت الأدريس ولت الخاصة بك. هذا هو ما ستقوم بفعله، وهو تلقائيا أصدقائي سيرسل لك يعني 30 قطعة من سي تي ام إلى رصيدك على عنوان المحفظة الذي وضعته لها. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكم على المتابعة. سنلخص هذا نلخص يعني هذا الفيديو. أولا عملة كما تشاهد هنا العملة BST، سنرى إن كانت وصلتنا أم لا أصدقائي، سأقوم هنا BST إن وصلت أم لا، سأرى. لقد وصلت العملة والحمد لله، كما شاهدتم أصدقائي عملية السحب معكم هنا وصلتني، هذه هي، أصبح عندي 14 قطعة من BST، هذا الأيردروب صادق، وهذه ثاني مرة أسحب منه. ملخص لهذا الفيديو، لا تنسوا أصدقائي المشاركة في هذا الأيردروب EPN، تربح 500 قطعة مع تعمير هذا الفورم، وأيضا تليجرام بوت لهذا العملة LLC كما شاهدتم أصدقائي 30 قطعة دون إحالات دون أي شيء، فقط تشارك في هذا التليجرام بوت وستكسب 30 من قطعة من عملة LLC.
شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، ولمن يشاهد الفيديو أول مرة فضلا فليقم بسبسكرايب وتفعيل الجرس، ولا ينسى متابعة الجروب التابع للقناة جروب فريقات أردروب. شكرا لكم وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديوهات قادمة.